إذن تشرفت ثانوية الشهيدين الأخوين والي بعين ويسين باحتضان الأسبوع الوطني للإعلام المدرسي والتوجيه المدرسي في إطار فعاليات الأسبوع أو الأسبوع الوطني للتوجيه المدرسي، الذي تضمن عدة ورشات أهمها هي الدعم النفسي خاصة بالنسبة للأقسام النهائية المقبلة على شهادة البكالوريا، والذين نتمنى لهم التوفيق من هذا المنبر. أيضا آفاق على الجامعة على الشغل في مختلف القطاعات، قطاع الأمن، قطاع الدرك الوطني، قطاع الحماية المدنية، حتى مراكز التكوين المهني، في التفاتة منا تحت إشراف أيضا مدير التربية لولاية مستغانم، وبالتنسيق مع السيدة رئيسة أو مديرة مركز التوجيه المدرسي، في إطار تحسيس التلاميذ وتوعيتهم بكل الآفاق المفتوحة أمامهم في مجال الشغل وفي مجال التعليم. السلام عليكم. بمناسبة الأسبوع الوطني الأبواب مفتوحة للتوجيه المدرسي والإعلام، كان لنا حصة في هذه المناسبة. قطاع التكوين المهني كان شارك بمنجزات التي صنعها المتربصين، وكذلك التعريف بهذا القطاع مختلف تخصصاته وميادينه، ويمنح فرصة للتلاميذ الذين لم يحرفهم حظ في التربية لكي يحصلوا على مشاريع مستقبلية ويكونوا هما إن شاء الله أعمدة على المستقبل. قد رأيت عدة مشاريع قد ألهمتني منها تلك الأشياء ولن أصدق عند رؤيتها، وهذه المشاريع قد ألهمتني، أحدها علمية ورياضية وثقافية. طبعا أرى الدرك الوطني والحماية المدنية وأفراد الشرطة، وكان هذا رائعا. شكرا لكم.